يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة نذرت إن عافاها الله من مرضها أن تصوم لله شهرا، وهي كبيرة بالسن ولا تستطيع الصيام، فماذا عليها؟ كيف تنذر وهي تعلم أنها ما تستطيع؟ كيف تنذر وهي تعلم أنها لا تستطيع؟ على كل حال إن استطاعت أن تفي بالنذر يجب عليها، وإن لم تستطع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تكفر كفارة يمين. نعم.